السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الفيديو راح نديره لكم مراجعة شاملة للفصل الأول لمادة التربية الإسلامية. أنا وش نقول لكم؟ نقول لكم بلي هذا الفيديو قوة قوة، تبعوها حتى وين تخلص لا فيديو باش هكاي تستفادوا ويستفادوا الأبناء تاعكم، والدروس اللي يكونوا لشتوا بلي كاين دروس راهي ناقصة اكتبوها لي في التعليقات وانايا نديرها لكم في تمارينات وتلخيصات ان شاء الله. التمرين الاول واش قال؟ قال اضع صحيح او خاطئ امام العبارة الاتية بالرمز الصاد لما تكون صحيحة وحرف الخاء لما تكون خاطئة. اولا، من اخلاق التلميذ المسلم الكذب، خطأ. اثنين، الصدق هو قول الحق، صحيح. ثلاثة، الإنسان الأمين لا يضيع الأمانة، صحيح. أربعة، الإنسان الصادق يحبه الله ورسوله، صحيح. الوضعية الثانية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالك أكمل الحديث الشريف طلب العلم وخلوهم يكملوها وما يكونوا حافظينها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وضعية رقم ثلاثة، قالك ضع صاد لما تكون صحيحة وخطأ لما تكون خاطئة أمام العبارات. أولا، أزور أقاربي كل يوم، خطأ، صحيح، نزور الأقارب توعنا بصح ماشي كل يوم، مفهوم. اثنين، أنا طفل مسلم أنقطع عن أقاربي، خطأ. رقم ثلاثة عفوا، أنا طفل مسلم أكذب ولا أقول الصدق، خطأ. أربعة، سورة المسد هي سورة مدنية، خطأ، هي سورة مكية وعدد آياتها خمسة، هذه موجودة في العنوان تاع الدرس. خامسا، عدد آيات سورة المسد خمسة، صحيح. سادسا، كانت زوجة أبو لهب تحب الرسول، خطأ، بل كانت تكرهه وتضع له الشوك في الطريق. سابعا، الصدق يدل على حسن الخلق، أكيد، صحيح. ثامنا، الصدق هو قول الحق، صحيح. تاسعا، طلب العلم يكون باللعب، خطأ. الآن نمر إلى الوضعية رقم أربعة، قالوا لهم أربط. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هنا يا قول الرسول هذا يا حديث خاص بدرس تاع طلب العلم. اللهم انفعني بما، إذا مش لاحظوا هذا هو دعاء طلب العلم، إذا مش نقولوا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ومن بعد أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول الأمانة، مفهوم. الوضعية خمسة، هنايا حديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم حول صلة الرحم، عطيت لهم كلمات مشوشة، يؤمن من بالله كان فليصل واليوم الآخر رحمه. إذا كنا نرتبوها تصبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. بعد طلبت اشرح يصل رحمه، يصل رحمه معناتها أزور أقاربي، مفهوم. الوضعية رقم ستة، قالك ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة. حث الإسلام على العلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، بالتأكيد حتكون الثانية ألا وهي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات.
الوضعية رقم 7، هنا قالوا لهم لون الإجابة الصحيحة. عدد آيات سورة المسد 4 ولا 5؟ هي 5، بعد ما يكون حفظها يعرف باللي عدد آياتها 5 وهي مدنية. معنى كلمة جيدها يدها أم رقبتها؟ رقبتها. ضع الكلمات في مكانها، الله، الصدق، الإنسان، مسلم. أنا تلميذ مسلم، أقول الصدق ولا أكذب، لأن الإنسان الصادق يحبه الله ورسوله والناس جميعا. هذه خلاصة حفظناها، مفهوم؟ التمرين 9، أجب بصاد أو خاء أمام العبارات. أزور أقاربي إذا مرضوا، صحيح. المسلم يقول الصدق، صحيح. ترك زميلك كتابه عندك فمزقته، خطأ. المسلم يحب العلم، صحيح وليس بخطأ. المسلم يحب العلم، صحيح، مفهوم. وضعية رقم 10، أكمل الحديث الآخر رحمه يؤمن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان إذن بالله واليوم فليصل. أنا وش نلاحظو راهو في درس تاع زيارة الأقارب. إذن الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، مفهوم. الآن نمروا إلى الوضعية رقم 11، هنا يرتب الحديث: العلم فريضة طلب على مسلم كل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هنا رانا في درس تاع طلب العلم، الإسلام يحث على العلم ولا طلب العلم. لهنايا: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نربطها مع هدية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، يعني نربطه تكملة تاع الأحاديث مع التكملة تاعها، مكمل ديالها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، العلم فريضة على كل مسلم، مفهوم. الوضعية رقم 13، اكتب دعاء طلب العلم. وشنو هو الدعاء؟ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انا واش نطلب منكم؟ انا نطلب منكم باللي جميع الايات وجميع الاحاديث وجميع الصور ولفوا لاولادكم يكتبوها ويحفظوها شفهيا وكتابيا، وما تستغناوش على العناوين. في بعض الاحيان يقدر يطرح لك سؤال غير من العناوين، كما مثلا قلت لكم سوره المسد في العنوان نصيبو مكتوبه هي سوره مكيه وعدد آياتها 5. يقدر يطرح لك سؤال يقول لك هي سورة ويقول لك كمل عدد آياتها هي وتكمل وحدك، مفهوم. الآن تمرين رقم 14، ضع صحيح أو خطأ. أنا طفل مسلم أزور أقاربي، صحيح. 2، لطلب العلم فضل عظيم، صحيح. كان أبو لهب يعامل الرسول بلطف، خطأ. كان ما يعاملوش بلطف، مفهوم. تمرين رقم 15، لون البطاقة الصحيحة. الإنسان الذي يكذب هو كاذب. الإنسان الذي لا يكذب هو كاذب ولا صادق؟ هو صادق. 2، الصدق أن أقول الباطل ولا الصدق؟ نقول الصدق، نقول الحق. الذي لا يؤدي الأمانة إلى لأصحابها هو خائنا وليس بأمينا، خائنا لا يؤدي الأمانة، مفهوم. الوضعية رقم 16، اشرح ما يلي. يتحرى الصدق يعني يقول الصدق. 5، أدي الأمانة يساوي أرد الأمانة في جيدها في رقبتها.
والوضعية 17 أنا كتبت كتابة السور والأحاديث كامل اللي قروهم خلال الفصل الأول، تكون كتابة سليمة بالتشكيل بالحروف بالنقطة بالفاصلة بكلش، مفهوم؟ احنا رانا وصلنا لنهاية تاع الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، وان شاء الله نكون شملت كامل الدروس اللي قراوهم ابنائكم وماشي ناقص درس مصح. في حين اذا زادوا اولادكم الدروس اكتبوا لي في التعليق، ولوا الفيديو اكتبوا لي التعليق وانا نضيف لكم عليهم تمارين ان شاء الله. نقول لكم مع السلامة الى حصة قادمة ان شاء الله. مع السلامة، بالتوفيق يا اطفال.